سلطة استماعين لقيت الشخص هذا قاعد يقوم برحلة حول العالم. استدعيته وقلت لازم تمر بينا نجلس، احنا عندنا تاريخ في الرياضة هذه وبدنا تزورنا. لا لي شيء، احنا نحب نعرف بلادي، نحب نعرف بزرزيس، نحب الشيء نعمل هذه دعاية اسمها سواء في الميناء ولا المناطق السياحية. هو ان شاء الله يوصل الرسالة نتاعها لاسبانيا ويجونا مستثمرين لهنا البلاد وينفعونا البلاد. كيف كيف اتصلت بصديقي فهمت يعني لزرزيس سي بشير، فهمت اللي هو جهادي وعاني بما ان انا عندي مشكلة في السمع، واحد حاولت باش يتصل له يعاونوا نوقفوا باش نسقوا جانا من اسبانيا يعمل معنا التور دو مونت تون. المرحلة هذه نتاع تونس كاملة هي مرحلة 42، معناها هذه البلاد 42 اللي زارها. احنا من حسن الضيافة وتعرف معناها احنا اولادنا يمشوا في تربصات وفي كذا في اوروبا ويستقبلوا فيهم احسن استقبال، احنا زادنا نستقبلوا الضيف هذا احسن استقبال وجبناه المقر الجمعية، بارك الله فيهم الاولاد ما قصروش في استقباله، وباش نزوروا به المتحف معناها والبورت نتاع زرزيس والمنطقة الحرة. في هو ميدياتيزي برشا في العالم، يتبعوا فيه معنا تلافز ويتبعوا فيه صفحات ويتبع فيه كذا، وهذه تكون لمسة زادة للإشهار ببلدتنا وإشهار بالمؤسسات نتاعنا. الأخرى للفردية هذا معنا سائح أجنبي إسباني معنا قام بزيارة 42 بلد من آسيا لأفريقيا للأمريكا للأوروب، اليوم حط الرحالة متاعه في جرجيس، رحبنا به وفرحنا به. حاجة باهية للبلاد أنه يعرف بالسياحة، قالك معنا على ضمن معنا الثنية متاعه اللي بدأ الراجع لقى كان الحفاوة في تونس وروجوا الحاجات مثل هذه معنا باش توصل للعالم. He encontrado un país muy interesante, bonito para visitar en bicicleta. El tiempo que está haciendo de momento es bueno para ser esta época del año, para ser invierno. Y la gente también muy hospitalaria y muy amable en todos los lugares del país, de Túnez. Por lo tanto, estoy muy satisfecho de la visita y muy contento de visitar Túnez.